اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 2 which is entitled اللي هو بعنوان الديفيزابيلتي. الدرس بتاع النهارده يا اولاد درس جميل جدا يعتبر تكمله لدرس المالتيبل. يعني اللي فهم فيكم درس المالتيبل كويس هيبقى درس الديفيزابيلتي بالنسبه له سهل جدا. اول حاجه عايزين نعرفها يعني ايه كلمه ديفيزابيلتي؟ كلمة ديفيزابيلتي يعني حاجة نقدر نقسمها أو ينفع نقسمها ديفيزابل يعني يقسم ability يعني من القدرة كلمة ability بالانجلش يعني القدرة يعني القدرة ان احنا نقدر نقسم الحاجة دي تقسيم سليم طيب عشان نفهم الكلام ده هناخد اكزامبل لو انا عندي 8 strawberries عندي 8 فراولات عايزين نعمل لهم تقسيم عايزين نعمل لهم ديفيجن باي 2 عايز اقسمهم على ال 2 بليتس دول لما نيجي نبص هنلاقي ايه؟ هنلاقي كل اللي هقدر اعمله ان انا احط هنا 4 واحط هنا 4 هيتبقى عندي واحده الفراوله دي مش هعرف احطها فين؟ الفراوله دي لو جيت حطيتها هنا هنا بقى في 5 وهنا بقى موجود 4 وكذلك لو حطيتها هنا هيبقى هنا ال 5 وهنا ال 4 يبقى انا كده ما عملتش ديفيجن، ديفيجن يعني قسمت بالعدل هنا قد هنا بالظبط. طيب الفراوله دي بنسميها ايه يا اولاد بنسميها ريميندر. ريميندر يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي اتبقت، الجزء المتبقي. يبقى انا لما جيت ال 9 اعمل لها ديفيجن باي 2 اقسمها على 2 لقيت نفسي في عندي ريميندر، طب في الحاله دي بنقول ايه؟ بنقول ال 9 از نوت ديفيزبل باي 2. يعني ما ينفعش نقسم ال9 باي الايه؟ by 2 او over ال 2. طيب ناخد انزر اكزامبل. لو انا عندي مثلا 27 cans عندي هنا حلويات اهي كلهم كام؟ 27. عايزين نقسمهم على الثري بليتس دول، على الثلاث اطباق واحنا بنقسمهم هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انا هقدر احط هنا 9 وهنا 9 وهنا 9. يعني هحط في كل البليتس اعداد متساويه طيب في عندي واحده فيهم اتبقت او اتنين لا مفيش ده كلهم اتقسموا يبقى في الحاله دي بنقول ايه بنقول ان 27 is divisible by 3 يعني نقدر نقسم ال 27 over 3 تقسيم كامل من غير اي ريميندر طيب فهمنا ايه من التو اكزامبلز دول لو انا عايز اشوف النمبر از ديفيزبل اور نوت باي انذر نمبر لو ظهر لي ريميندر يبقى نوت ديفيزبل طب لو ما ظهرش ريميندر يبقى ديفيزبل نيجي مع بعضينا نشوف اكزامبل 1 بيقول لي ايه بيقول لي فايند اف 56 از ديفيزبل باي 3 اور نوت عايزين نعرف هل ال 56 ممكن اعمل لها ديفيجن اوفر 3 علشان نعرف لازم اعمل عمليه ديفيجن احنا خدنا في الديفيجن يا اما هنعمل لونج ديفيجن يا اما هنعمل هوريزونتال ديفيجن طيب نعمل كده لونج ديفيجن عشان نفتكرها ادي 56 وادي ايه وادي 3 احنا اتفقنا ان اللي بنحطه هنا اسمه الديفيدنت وده الديفايزر والناتج بتاعنا اللي هيطلع فوق اسمه الكوشنت واللي تحت خالص اسمه الريميندر ده لو في عندي ريمندر هيطلع تحت طبعا اللي حافظ التيبل هيلاقي ان الديفيجن سهله معاه 5 ديفايد 3 يديني ايه طيب نحاول نفكركم كده 3 تايمز 1 ايكوال كام ايكوال 3 3 تايمز 2 ايكوال 6 3 تايمز 3 ايكوال كام ايكوال 9 انا بقول 5 طب ال 5 موجوده فين موجوده هنا يبقى بناخد مين بناخد اللي فوق واللي فوق ده اخده احطه تحت هنا طب جايلي من مين 3 تايمز 1 ال1 دي نحطها فوق وبعد كده بنعمل ماينس 5 3 يديني كام يديني 2 وبعدين بنعمل ايه بننزل ال 6 يبقى 20 كام 26 divided 3 نكمل التيبل 3 تايمز 4 12 3 تايمز 5 15 3 times 6 18 3 times 7 21 3 times 8 24 3 times 9 27 ال 26 موجودة فين؟ بين ال 24 وال 27 نعمل ايه؟ ناخد اللي فوق نحطه هنا يبقى هنا 24 جت منين؟ من 3 تايمز ال 8 يبقى ال 8 دي احطها هنا ده معناه ايه؟ ان ال 26 ديفايدد 3 اقرب حاجه توصلني لايه؟ هتوصلني لحد كام؟ لحد ال 24 وبعد كده بنعمل ماينس 6 ماينس 4 يديني 2 و 2 ماينس 2 يديني 0 ما بنكتبش 0 على الليفت طيب نيجي نبص فوق نلاقي الديجيتس خلصت يبقى في حاجه هنزلها؟ مفيش يبقى المساله كده انتهت معايا طيب هل اللي موجود تحت زيروز ولا موجود نمبر؟ موجود نمبر يبقى ده بنسميه ايه؟ ريمايندر. وطالما طلع عندي ريمايندر يبقى على طول ال 56 is not divisible by ايه؟ by 3. ليه؟ عشان ظهر عندي ريمايندر. طيب نيجي ناخد انذر examples. بيقول لي هنا find the quotient and the remainder يعني اعمل عمليه division وشوف الكوشنت كام والريميندر كام اوف ايتش اوف ذا فولوينج ذن ذا ديفيزابيلتي اوف ذا تو نمبرز يعني هنعمل عمليه الديفيجن واللي مش هيطلع له ريميندر يبقى ايه يبقى ديفيزابل نيجي نبص عليهم هنا بيقول لي اعمل ايه اعمل ديفيجن لل19 ديفايد 2 ال19 ديفايد 2 هويتش نمبر تايمز 2 يقربني من 19 2 تايمز كام تمام 2 تايمز الايه ال9 يديني كام يديني ال18 يبقى الكوشنت بتاعي كام هيبقى ال9 يبقى انا قدرت اقسم قد ايه من ال19 قدرنا نقسم 18 ال18 لما تقسمه على 2 اداني 9 طيب اتبقى كام بقى من ال18 عشان اوصل لل19 يتبقى معايا 1 مش هعرف اقسمه طيب طالما ظهر عندي ريميندر لما نيجي بقى نديترمن الديفيزابيلتي يعني لما نيجي نحدد هل ال19 ديفيزابل باي 2 ولا نوت نقول ايه نقول 19 از نوت divisible باي 2 عشان عندي ريمايندر طيب نيجي نشوف اللي بعديها 24 ديفايدد 3 هل ال24 في تيبل 3 اللي حافظ التيبل هيقول لي يا مستر فعلا ال24 في تيبل 3 لان 3 تايمز 8 equal كام؟ يكوال 24 يبقى معنى كده ان انا ال 24 هتتقسم كلها اوفر ال 3 ويديني كام؟ ويديني 8 يعني لو عندي كده 3 بليتس هنلاقي ان ال 24 اتحط في كل بليت 8 طيب هل هيتبقى حاجه ما عرفناش نقسمها؟ لا مش هيتبقى حاجه يعني ما فيش ريميندر وطالما ما فيش ريميندر يبقى احنا ممكن نقول ان ال 24 از divisible باي 3. يعني ال 24 هنقسمها كلها اوفر 3 تقسيم كامل ومش هيتبقى عندي اي حاجه. طب نيجي اللي بعديها 50 ديفايدد 11 اقرب حاجه في تيبل 11 لل 50 ايه هي؟ 4 تايمز 11 يديني كام؟ يديني 44 معنى كده ان انا ال 50 دي ممكن اخد منها 54 واعرف اقسمهم على ال11 طب هيديني كام هيديني ال4 طيب اللي هيتبقى بقى من ال44 لحد ال50 قد ايه نعد على ايدينا 45 46 47 48 49 50 نلاقيهم كام نلاقيهم 6 يبقى معنى كده ان هيبقى عندي ريميندر والريميندر كام الريميندر 6 وطالما ظهر ريميندر يبقى على طول هنقول ان ال50 از نوت ديفيزيبل باي الايه باي 11 طيب نيجي لواحده كمان 72 ديفايد 12 هل ال 72 يا اولاد في تيبل 12 هل في حاجه تايمز 12 تديني 72 اللي حافظ التيبل كويس هيقول لي ايوه يا مستر في اللي هو ايه اللي هو ال 6 تايمز 12 بيديني كام بيديني 72 يعني معنى كده لما اجي اقسم ال 72 اوفر ال 12 اعتبر ال 12 دي 12 بليتس 12 طبق كل طبق هيكون فيه كام؟ هيكون فيه 6 طيب هل في حاجه مش هنعرف نقسمها ولا كله هيتقسم؟ لا الكل هيتقسم عشان ال 27 موجوده في تيبل كام؟ في تيبل 12 يعني الريمندر بزيرو وطالما الريمندر بزيرو يبقى هنقول ان ال 72 از ديفيزبل باي الايه؟ باي ال 12 طيب نيجي لملحوظه مهمه قوي احنا كنا واخدين السنه اللي فاتت ان لو عندي 2 تايمز 3 ايكوال مثلا 6 كنا بنسمي ال 2 فاكتور وبنسمي ال 3 فاكتور وبنسمي ال 6 البرودكت ايه الملحوظه المهمه بقى هنا ان البرودكت لازم يكون ديفيزبل باي الفاكتور ده والفاكتور ده يعني ال 6 ديفيزبل باي 3 وال 6 ديفيزبل باي ايه؟ باي 2 يعني التايم تيبلز اللي عندنا كل البرودكت لازم يكون ديفيزبل باي الفاكتورز اللي داخله في عمليه الملتبليكيشن. تعالوا نفتكر مع بعضنا حته مهمه قوي ايه علاقه الملتيبلز بالديفيزبلتي؟ لو انا عندي 3 تايمز 5 ايكوال 15 دي كان معناها ايه؟ ما معنى 3 تايمز 5 3 تايمز 5 يعني 5 هنكررها 3 تايمز يعني 5 بلس 5 بلس الايه 5 ده ايه ده ده 3 تايمز 5 يعني 5 اتكررت 3 مرات يدينا كام يدينا 15 اللي هو ايه برضو اللي هو ان انا هبدا بال 5 لما اكونت انذر 5 اوصل للمالتبل اللي بعده يعني ايه كلمة مالتبل مالتبل يعني تكرار المالتيبلز يعني التكرارات بتاعة النمبر بدأنا بالفايف الفايف ده اول ايه ده اول تكرار للنمبر لما كرره تاني اوصل للتن يعني التن is a multiple طب زودنا على التن فايف نوصل لمين للفيفتين يبقى الفيفتين is a multiple يعني بيجي من تكرارات النمبر 5 وممكن نقول برضو ان ال 15 عباره عن 5 تايمز 3 يعني 5 تايمز 3 يا مستر هي هي 3 تايمز ال 5 بالظبط ليه؟ لان 5 تايمز 3 يعني ال 3 هنكررها 5 تايمز يعني 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 يدينا برضو كام؟ يدينا 15 لما نيجي نحسبها بالمالتيبلز، أول مالتيبل لل 3 هو إيه؟ هو ال 3 ذات نفسه، لأن إحنا قلنا الدرس اللي فات الـ number is a multiple of itself، طيب لما نيجي نكرر ال 3 مرة كمان نوصل لمين؟ نوصل للـ 6. يبقى الـ 6 is a multiple، المالتيبل الثاني أو التكرار الثاني لل 3. طيب يلا نزود أناظر 3 نوصل لمين؟ للـ 9، يبقى معنى كده إن 9 is a multiple. يلا نكاونت انذر 3 نوصل لكام؟ نوصل لل 12 ونكاونت انذر 3 نوصل لمين؟ لل 15 برضه وصلنا لمين؟ لل 15 هنا 15 وهنا 15 يعني ايه الكلام ده؟ يعني البرودكت از ا مالتيبل فور بوث ال 3 اند ال 5 والكلام ده قلناه الدرس اللي فات في المالتيبلز طب ايه علاقه الكلام ده بقى بالدرس بتاعنا اللي هو الديفيزابيلتي؟ البرودكت برضه زي ما هو مالتيبلز للفاكتورز بتوعه هيبقى برضو divisible باي الفاكتورز بتوعه يعني هنا 3 تايمز 5 ايكوال 15 يبقى ال 15 از divisible باي ال 5 اند اولسو ال 15 از divisible باي ال 3 وكنا قلنا الدرس اللي فات ال 15 is a multiple of ال 5 and also multiple of ال 3 of طيب لما نحب نقول الكلام ده تاني نقول ايه؟ ان لو عندي برودكت لو هو مالتيبل لنمبر لازم يكون برضه ديفيزبل باي النمبر ده. يبقى هنتفق مع بعضينا يا اولاد لو انا عندي نمبر وعايز اعرف هو مالتيبل لنمبر تاني ولا لا نروح على طول نتشيك الديفيزبلتي. يعني لو هو ديفيزبل عليه يبقى مالتيبل ليه. يعني السؤال بتاعنا دلوقتي هل ال 548 مالتيبل اوف 8؟ يعني واحد هيسالك هل ال 548 is a multiple of 8 or not تعمل ايه اول حاجه تروح تعملها تعمل عمليه الديفيجن تروح تحط ده هنا كده ال 548 مكان dividend وتحط هنا ال 8 مكان الديفايزر ونشوف لو طلع ريميندر يبقى نوت divisible ما يبقاش مالتيبل لكن لو ما طلعش عندي ريميندر يبقى ده ديفيزبل باي 8 يبقى ده مالتيبل لل 8 يلا مع بعضينا 5 ديفايد 8 ينفع ما ينفعش ناخد ال 54 ها اي باي 8 يديني 54 مفيش في تيبل 8 حاجه تديني 54 يبقى نشوف اقرب حاجه توصلني لل 54 هنلاقيها ايه هنلاقي كده ان ال 8 تايمز ال 6 ايكوال 48 وال 8 تايمز ال 7 يكوال ال 56 يعني ال 54 موجوده هنا كده ما بينهم يبقى ناخد اللي فوق نحطه هنا كده 48 وال 48 جت من ايه 8 تايمز 6 ناخد ال 6 نحطها فوق ونعمل سبتراكشن 4 ماينص 8 ما ينفعش هنبور 1 من ال 5 تبقى 14 14 minus ال 8 يديني كام يديني 6 بعد كده ايه نبرنج داون ال 8 ننزل ال 8 يبقى عندي 68 يلا نكمل التيبل 8 تايمز 8 ايكوال 64 8 تايمز 9 ايكوال 72 68 موجوده هنا كده يبقى ناخد اللي فوق ده نحطه هنا 64 ونعمل ماينس وناخد ده نحطه فوق لما نيجي نعمل سبتراكشن 8 ماينس 4 يديني 4 6 6 يديني 0 ما بنكتبش 0 على ايه؟ على الليفت. ايه اللي حصل؟ في عندي ريميندر، الريميندر كام؟ الريميندر از 4. يبقى زير از ا ريميندر. ايكوال 4. نرجع بقى للسؤال بتاعنا، هل ال 548 or not؟ not multiple لل 8 اور نوت؟ يبقى الاجابه بتاعتنا ات از نوت ا مالتبل، ليه؟ عشان هي نوت ديفيزبل تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لي كومبليت ذا فولوينج تيبل از ان اكزامبل ال 46 ديفايدد ال 5 الكوشنت هيبقى ايه والريميندر ايه وديفيزبل اور نوت ولا مالتيبل اور نوت طيب لو تفتكروا ال 5 احنا قلنا ان المالتيبلز اللي ليها بتبدا يا 5 يا 0 وانا عندي هنا بيبدا بكام ب 6 يبقى واضح انها مش هتكون ديفيزبل. طب اقرب حاجه لل 46 عباره عن ايه؟ 45 بتيجي منين؟ بتيجي من 5 تايمز 9 توصلني لحد كام؟ توصلني لحد ال 45. طب يتبقى كام بقى عشان اوصل لل 46؟ يتبقى 1 يبقى, يبقى الريميندر عندي از 1 وبالتالي طالما في ريميندر يبقى نوت ديفيزبل وطالما نوت ديفيزبل يبقى نوت ملتي. طب يلا 99 ديفايدد 9 يديني كام يديني 11 مظبوط لان ال11 تايمز ال9 يديني 99 طب في لا الريمندر از يبقى ده معناه ايه ده معناه ان ال99 از divisible باي ال9 وبرده ال99 is a multiple of الايه ال9 نيجي هنا 65 divided 12 12 تايمز ايه يديني 65 مفيش مفيش في تيبل 12 خالص 65 طب اقرب حاجه في تيبل 12 12 تايمز 5 60 اللي هي كام اقرب حاجه 60 يبقى الكوشه عندي جاي منين من 12 تايمز 5 يبقى الكوشنت 5 يتبقى كام من ال 60 عشان اوصل لل 65؟ يتبقى برضه 5. -5. طالما في ريميندر يبقى نوت divisible يبقى ال 65 از نوت divisible باي 12 و also 65 is not a multiple of الايه؟ ال 12 نيجي هنا 132 divided 11 طبعا الشاطر اللي فيكو اللي حافظ تيبل 11 هيقول لي يا مستر 11 تايمز 12 equal 132 يعني يا مستر الكوشنت يبقى 12 على طول وما عندناش ريميندر. وطالما ما فيش ريميندر يبقى ال 132 از divisible باي ال 11 وطالما الديفيزيبل تبقى 132 is a multiple of ال 11 تعالوا مع بعضينا يا أولاد نشوف اهم جزء في الليسون اللي هو rules of divisibility وانا كاتب لكم فيري امبورتنت علشان تفتكروا دايما ان الجزئيه دي مهمه علشان هنتعلم منها طريقه سريعه تعرفني النمبر number is divisible or not by another number طيب أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي الرول بتاعة ازاي نعرف ان النمبر ديفيزبل باي 2 هتقول لي يعني يا مستر؟ يعني هديك نمبر على طول هقول لك مثلا 754 واسألك اقول لك ده ديفيزبل باي 2 اور نوت؟ هتقول لي يا مستر نعمل ديفيجن هقول لك لا في طريقة أسرع اللي هي ايه؟ نبص على اليونتس أنا عندي اهي ادي 754 اليونتس فين فين اليونتس بليس اليونتس بليس اهو موجود فيه ايه موجود فيه فور هنسال نفسنا الفور دي ايفن ولا اود لا الفور ايفن على طول تبقى ديفيزبل باي 2 يبقى اي نمبر في الدنيا اليونتس موجود فيها ايفن نمبر يبقى على طول ديفيزبل باي 2 هتقول لي يا مستر انا ناسي الايفن نمبر مين هم الزيرو ال2 ال 4 ال 6 اند ال 8 هقولها تاني اي نمبر اليونتس بتاعته موجود فيها 0 او 2 او 4 او 6 او 8 تقول لي على طول ديفيزبل باي 2 من غير ما تعمل عمليه الديفيجن طيب لو جيت قلت لك 625 وسالتك ده ديفيزبل باي 2 اور نوت تقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر انا هروح ابص على اليونتس اليونتس بلس اهو لقيت فيه ايه؟ لقيت 5. طب ال 5 دي ايفن ولا اود؟ انا شايفها اود، تقول لي يا مستر لا ما ينفعش، ده كده مش ديفيزبل باي 2 عشان اوله اود، لازم يكون اوله ايفن يا مستر. تمام؟ يبقى انا عندي لما اقول لك 43 ديفيزبل اور نوت، تقول لي نوت ديفيزبل، ليه؟ عشان اولها 3 وال 3 اود. طيب 97 ديفيزبل باي 2 اور نوت؟ هتقول لي نوت ديفيزبل، هقول لك ليه؟ تقول لي عشان اولها 7 وال7 از اود نمبر نوت ايفن. وكذلك 101، ال1 عندي اذ اود، يبقى عندي ال 101 كلها نوت ديفيزيبل باي ايه؟ باي 2. طيب، ايه الرول التانية اللي عايزين نعرفها؟ ازاي بطريقة سهلة نعرف ان الـ number ديفيزيبل باي 3 اور نوت without دوينج لونج ديفيجن من غير ما نعمل اللونج ديفيجن ايه الطريقة؟ الطريقة اللي هي السم اوف اتس ديجيت از ديفيزيبل باي 3. هنا لازم تكون عارف تيبل 3 كويس قوي. يعني عشان تطبق الرول دي لازم يا اولاد تيبل 3 يتحفظ صم. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه؟ انا جيت سالتك وقلت لك 258 ديفيزابول باي 3 اور نوت؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا مستر انا الديجيتس اللي عندي في النمبر هفرطها. هعمل كده هاخد ال 2 وال 5 وال 8 واعمل لهم كلهم صم. اعمل لهم كلهم ايه صام يعني كل الديجيتس اعمل لها صام هنا هيديني كام 8 بلس 2 يديني 10 بلس 5 يديني 15 تسال نفسك ال15 في تيبل 3 اور نوت موجوده في تيبل 3 يبقى على طول ده ديفيزبل باي 3 لو قلت لك 729 ديفيزبل باي 3 اور نوت هتعمل ايه تروح تجيب الديجيتس دي كده تحطهم جنب بعض كده وتعمل لهم بلس ونشوف هيطلع الصم بتاعهم كام 7 بلس 2 يكوال 9 9 بلس 9 يديني 18 هل ال 18 في تيبل 3؟ اه في تيبل 3 يبقى على طول ده ديفيزبل باي 3 تمام؟ مش عايز بقى واحد يقول لي اصل يا مستر ده اوله اود لا ملهاش علاقه باوله اود ما تقوليش ان ده عشان اوله اود، لا مش هي دي، التو 2 بس اللي بنشوف اولها ايفن، الثري 3 لازم اخد كل الديجيتس اعمل لهم صم، واللي يطلع اشوفه في تيبل 3 اور نوت، يعني دي اصعب شويه، ليه؟ لان انا لازم اكون حافظ تيبل 3 كويس قوي. طيب نيجي نشوف هنا لما اقول لك 412 ديفيزبل باي 3 اور نوت، تقول لي يا مستر هاخد الفور 4 اعمل لها بلس ال 1، اعمل لها بلس ال 2 واشوف هيديني كام 4 بلس 1 5 بلس 2 يديني 7 هل ال 7 في تيبل 3 لا مش في تيبل 3 يبقى على طول 412 is not divisible by 3 ما ينفعش اعمل لها division over 3 يعني معنى كده لما اعمل long division هيديني remainder طيب نيجي اللي بعد كده ودي سهلة قوي ازاي نعرف ان النمبر divisible by 5 هتلاقي في اليونتس بليس يا اما زيرو يا اما ايه يا اما 5 يعني 325 اليونتس فيها ايه فيها 5 يبقى ينفع ينفع نعمله ديفيجن اوفر 5 2670 اولها ايه اليونتس موجود فيها ايه فيها زيرو يبقى ينفع يتعمل له ديفيجن اوفر ال 5 طب نبص هنا 5051 اليونتس بليس فيه ايه فيه 1 لا ما ينفعش احنا قلنا يا زيرو يا 5 تمام اخر حاجه واسهل حاجه اسهل من الـ 5 كمان ازاي نعرف ان النمبر ديفيزبل باي 10 ديفيزبل باي 10 تلاقي في اليونتس بليس زيرو على طول يعني 450 اه ديفيزبل باي 10 هنا 289 لا ما ينفعش لازم هنا يكون زيرو عشان نعمل لها ديفيجن اوفر 10 نيجي نشوف بقى مجموعه ملحوظات حلوه قوي اي نمبر في الدنيا يا اولاد ديفيزبل باي 1 يعني ال1 ممكن اعمل ديفيجن عليه لاي نمبر في الدنيا حاجه تانية اي نمبر عندي divisible باي اتسيلف يعني لو انا عندي مثلا ال47 دي لازم تبقى divisible اوفر ال1 وديفيزبل اوفر الايه ال47 لان ده اول فاكتور بير اللي هو ايه ان ال47 بتيجي من ال1 تايمز ال 40 ايه؟ 47 فلازم اكون ضامن ان هي هيتعمل لها ديفيجن اوفر ال 1 وهيتعمل لها ديفيجن اوفر ات حته مهمه بقى قوي اكسبت الزيرو ما ينفعش الزيرو يتعمل له ديفيجن اوفر ات ودي لازم نحفظها. ايه الحاجه اللي بعد كده؟ الزيرو از ديفيزبل باي اني نمبر. يعني لو قلت لك زيرو ديفايدد مثلا ال 4 تقول لي زيرو. طيب زيرو ديفايدد ال 5 تقول لي برضه زيرو. 0 divided 9 تقول لي برضو ايه 0 0 divided 100 تقول لي برضو ايه 0 يبقى ال 0 ممكن اعمل له division by any number لكن ما ينفعش يتحط تحت ما ينفعش اقول 0 divided 0 تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على اللسون. أول حاجة بيقول لي Complete the following table as in the example. الاكزامبل بيقول لي إيه؟ عملية الـ division 15 divided 6 هل الـ 15 divisible by 6 or not؟ نيجي نشوف في التيبل بتاع 6 أنا شايف هنا divided 6 يبقى على طول أفتكر table 6. 6 تايمز كام إيكوال 15؟ اللي مذاكر التيبل هيقول لي يا مستر مفيش الـ 15 مش موجودة في table 6. طيب يبقى نحاول نقرب من ال 15 6 تايمز كام يقربني من ال 15 تقول لي يا مستر 6 تايمز 1 ايكوال 6 6 تايمز 2 12 6 تايمز 3 18 لا ده انا كده عديت يبقى نرجع للي قبليها 6 تايمز 2 يبقى 6 تايمز 2 12 يبقى هاخد الكوشنت بكام ب 2 لان انا عندي 6 تايمز 2 تديني كام تديني 12 يبقى 2 عندي هو ده الكوشنت طيب لما اوصل لل 12 يبقى فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 15؟ نكاونت على ايدينا 13 14 15 يبقى فاضل لي 3 وطالما عندي ريميندر يبقى ال 15 از نوت ديفيزبل باي الايه؟ باي ال 6 نيجي اللي بعديها 48 ديفايدد 8 انت شايف ديفايدد 8 يبقى على طول تفتكر تيبل 8 ها مين الشاطر اللي هيقول لي ال 48 موجوده في تيبل 8 ولا لا؟ تمام اللي مذاكر هيقول لي يا مستر موجوده طب ايه التايمز كام؟ ايه التايمز 6 على طول وطالما موجوده في التيبل يبقى ما عنديش ريمايندر ليه؟ لان انا عندي ال 8 تايمز 6 على طول بكام؟ ب 48 ال 6 وصلتني على طول ال 48 وطالما ب 0 يبقى هنقول ان ال 48 is divisible by ال 8 يلا اللي بعديها 46 في ديفايدد 5 ديفايدد 5 احنا قلنا الرولز بتاعت الديفيزابيلتي بتاعت ال 5 لازم يكون اليونتس يا اما 0 يا اما 5 يبقى لازم نعرف ان ال 46 is not divisible طيب مين في تيبل 5 يقربني لل 46 اللي قبليها على طول 45 5 تايمز كام يديني 45 5 تايمز ال 9 تديني 45 يبقى معنى كده ان ال 9 هو الكوشنت يبقى الكوشنت از 9 طيب فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 46 فاضل لي 1 بعد ال 45 46 يبقى الريمندر از ايه از 1 وطالما عندي ريمندر يبقى ال 46 از نوت ديفيزبل از نوت ديفيزبل باي الفايف يلا اللي بعديها 38 ديفايدد 5 برضه اوفر 5 وهنا اولها 8 ما ينفعش برضه عشان تبقى ديفيزبل اوفر ال 5 لازم يكون اولها 0 او اولها 5 مين اقرب حاجه توصلني لل 38 5 تايمز 7 5 تايمز 7 توصلني لل 35 5 تايمز 8 40 تعديني يبقى نخلينا في ال 7 يبقى ال 7 هو الكوشنت طيب يبقى الريمندر عندي قد ايه؟ نكاونت افتر ال 35 تل 38 نعد من بعد ال 35 لحد ما نوصل لل 38 يلا نكاونت 36 37 38 يبقى 3 يبقى الريمندر از ايه؟ ال 3 وطالما في ريميندر يبقى ال 38 از نوت divisible by ال 5 يلا اللي بعديها 42 divided 7 دي في تيبل 7 صح ولا لا يا ولاد 42 في تيبل 7 طب ايه باي 7 برافو 6 تايمز 7 ايكوال 48 يبقى الكوشنت على طول ال 6 والريمندر 0 وطالما الريمندر 0 يبقى ال 42 از ديفيزبل باي 7 طيب يلا هنا 270 divided 270 هو احنا مش قلنا من شوية ان اي نمبر is divisible by itself طب بيديني ايه بيديني 1 على طول يبقى ما عنديش remainder لان 1 times 270 يديني 270 يبقى هنا هنقول ان ال 270 is divisible by 270 هنا. divided 6 divided 6 هجيبها ازاي الشاطر بقى اللي يقول لي الشاطر اللي يقول لي على طول لو انا عايز اعرف ان ده divided 6 without remainder or not مش احنا قلنا يا اولاد في درس المالتيبلز ان المالتيبل اوف 6 لازم يكون مالتيبل اوف 2 and مالتيبل اوف 3 يعني أي حاجة يا أولاد مالتيبل أوف 2 وفي نفس الوقت مالتيبل أوف 3 تبقى مالتيبل أوف 6 على طول لأن أنت ممكن تقول لي يا مستر أنا عايز أعرف بطريقة سهلة قبل ما أعملها هتنفع ولا مش هتنفع؟ أقول لك ده أولها إيه؟ أولها إيفن يبقى ال 612 ديفيزبل باي 2. طب إيه كمان؟ هل هي ديفيزبل باي 3؟ اتفقنا نعملها إزاي؟ ناخد الديجيتس دي ناخد ده وناخد ده وناخد ده نعمل لهم sum 6 بلس 1 بلس 2 يديني كام؟ يديني 9 وال9 في تيبل 3 ولا مش في تيبل 3؟ في تيبل 3 يبقى طالما النمبر ديفيزبل باي 2 وباي 3 يبقى ديفيزبل باي 6 يبقى انا عندي ممكن اقول على طول 612 از ديفيزبل باي 6 طب يلا نعمل الديفيجن طب ممكن نعمل الديفيجن هوريزونتالي بنعملها ازاي الديفيجن هوريزونتال دي بنعملها من الليفت الديفيجن يا اولاد بنعملها من الموست ليفت ناخد النمبر اللي على الليفت ده اللي هو ال6 6 ديفايدد 6 يدينا كام يدينا 1 ناخد الديجيت اللي بعده 1 ديفايدد 6 ينفع لا ما ينفعش نعمل ايه نحط زيرو وبعد كده ناخد ال2 تساعد ال1 ال2 تيجي جنب ال1 تبقى 12 12 divided 6 إف table 6 يديني 12 ال 2 يبقى 102 والريمندر يبقى 0 الدرس ده يا اولاد مهم جدا اللي مش حافظ التيبل لازم يحفظه لازم نحفظ التيبل كويس طيب نيجي للاكزامبل اللي بعد كده بيقول لي كومبليت از the اكزامبل 21 is not divisible by 5 because when dividing 21 divided by 5 we obtain 4 as a quotient and 1 as a remainder hence 21 is not a multiple الحتة دي يا أولاد عشان نأكد إن هو طالما مش divisible يبقى مش multiple زي اللي فوق بالظبط طب يلا 28 is not divisible by 8 ليه؟ because when dividing ال 28 by ال 8 we obtain ايه as a quotient ال 8 ديت تايمز كام توصلني لل28 اقرب حاجه في تيبل في تيبل 8 8 تايمز 3 توصلني لكام لل24 يبقى معنى كده ان ال3 هو اللي هيبقى الكوشنت اند ايه از ا ريميندر الباقي قد ايه الريميندر يعني الباقي نعد من اول ال24 لحد ما نوصل لل28 نشوف كام 25 26 27 28 يبقى عندي 4 از ا ريميندر Hence 28 is a is not a multiple. عشان كده ال 28 not a multiple of ال 8. طب يلا هنا 53 is a by 7 divisible ولا not divisible؟ طب نبص في التيبل هل 53 في تيبل 7؟ لا يبقى 53 is not divisible. because when dividing لما بنيجي احنا نقسم ال 53 divided 7 we obtain a as a quotient اقرب حاجه في تيبل 7 7 times كام تقربني من ال 53 انا عندي 7 times 7 equal كام 49 وال 7 times 8 equal 56 لا عديت 56 يبقى انا عديت ال 53 يبقى اقرب حاجه توصلني اخد الكوشن 7 توصلني لل للفور... 4 طيب الباقي قد ايه الريميندر قد ايه عشان اوصل لل 53 يلا نكاونت افتر ال 49 50 51 52 53 يبقى عندنا 4 as a remainder هنس عشان كده ال 53 is ايه طالما not divisible تبقى not a multiple of 7 يعني ال 53 مش تكرار لل7 لو كررت ال7 كده ما وصلش ابدا لل53 يا اما هوصل قبليها يا اما هوصل ايه بعديها نمبر سي 72 is not by 9 نسال نفسنا 72 في تيبل 9 ولا لا موجوده في تيبل 9 طب 9 تايمز كام 9 تايمز ال8 ايكوال 72 يبقى على طول ال72 is divisible باي 9 يعني ممكن نقسم ال 72 كجروبز من ال 9 إيه يديني كام جروب؟ يديني 8 بيكوز وين ديفايدنج ال 72 ديفايدد 9 وي اوبتين ايه اس اكوشنت؟ الناتج عندي بتاع عملية الديفيجن اداني ايه؟ اداني ال 8 اند ايه از 0 زيرو از ريمندر هانس 72 از ا مالتيبل of 9 يعني ايه 72 multiple لل 9 يعني لو كررنا ال 9 اكتر من مرة لازم حوصل لل 72 لا حوصل قبليها ولا حوصل بعديها حوصل عندها بالظبط طب هنكرر ال 9 كم مرة 8 times طب يلا هنا 0 is not by 7 احنا قلنا ان ال 0 is divisible by any number يبقى ال 0 is divisible باي ال 7 بس خدوا بالكم يا اولاد اكسبت الزيرو يعني ما ينفعش يقول لي زيرو از نقط باي زيرو لا ما ينفعش الكلام ده هو عمره ما هيجيب لك الحاله دي بيكوز وين ديفايدنج الزيرو ديفايدت 7 وي اوبتين زيرو از ا كوتشن يعني انا بقول لك كده خد زيرو زيرو يعني ولا حاجه يعني خد ولا حاجه قسمها على 7 هل حد هياخد حاجه؟ لا كلهم هياخدوا زيرو ما حدش هياخد حاجه لان اصلا مفيش حاجه نقسمها يبقى الكوشنت هيبقى زيرو محدش هياخد حاجه and ايه از ا remainder زيرو برده از a remainder هنس زيرو از ا 7 يا مستر ازاي الزيرو تكرار لل7 احنا عرفنا من درس المالتيبلز ان الزيرو is a common multiple for any number يعني مثلا وانا هكرر ال5 بنبدا منين من 0 وبعد كده 5 وبعد كده 10 وبعد كده 15 طب لو هكرر ال7 هبدا من 0 بعديها 7 بعديها 14 بعديها 21 لو هنكرر ال8 ابدا بالزيرو وبعد كده اوصل لل8 وبعد كده اوصل لل16 وبعد كده اوصل لل24 يبقى دول كده دول كده مين؟ دول اول مالتبل اول ايه؟ اول مالتبل عندي للنمبر لكن مين دول؟ البداية اللي ببدأ من عندها هنا بعتبر الزيرو بداية المالتبلز فبنعتبر الزيرو واحد منهم وبنقول ان الزيرو الكومون مالتبل فور اني نمبر لان كل النمبرز بتقيم من عنده نيجي اللي بعديها complete as in the exam. 5 times 9 يديني 45 وطالما في عندي فاكتورز تايمز فاكتور يديني برودكت يبقى ال 45 دي مالتيبل لل 5 ولل 9 يعني زين 45 is a multiple of each of 5 and 9 and also is divisible by each of 5 and 9 يعني ممكن نقسم ال 45 by 9 وممكن نقسم ال 45 by 5

يبقى معنى كده ان ال 48 is a multiple of each of 8 and 6 يعني لو كررنا ال 8 6 times نوصل لل 48 ولو كررنا ال 6 8 times نوصل لل 48 عندها بالظبط and also is divisible by each of 8 and 6 وبرضه ال 48 ممكن اقسمها على 6 يديني 8 groups وممكن اقسمها على ال 8 يديني 6 جروبس. اللي بعديها 5 تايمز 11 يديني كام؟ يديني 55. يبقى زن ال 55 is a multiple of each of 5 and the 11. يعني لو كررنا ال 5 11 times نوصل لل 55. نقعد نكرر كده كلمه multiples يعني ال 55 ده أحد التكرارات بتاعة الـ الفيف. 5 وكذلك الـ 55 أحد التكرارات بتاعة الـ 11 تعالوا كده نكرر الـ 11 نيجي عند الـ 5th time نلاقيها وصلت الـ 55 and also is divisible by each of 5 and 11 يعني إيه؟ يعني ممكن أقسم الـ 55 over الـ 11 يديني كام جروب؟ يديني 5 جروبز وممكن اقسمهم اوفر ال 5 يديني كام؟ يديني 11. يلا هنا 9 تايمز 10 90 يبقى زين 90 is a multiple of each of 9 and 10 and also divisible by each of 9 and 10 هنا عايزين نتدرب طالما multiple يبقى divisible طيب 4 تايمز ايه يديني 404 احنا في درس المالتبليكيشن لما بيكون عندي ده ميسنج وعايز اجيبه اجيبه, أجيبه ازاي طالما عندي فاكتور مش موجود وعندي البرودكت يبقى البرودكت ديفايد الفاكتور ده يديني الفاكتور التاني يلا نعمل ديفيجن من الليفت 4 ديفايد 4 يديني 1 0 ديفايد 4 يديني 0 4 ديفايد 4 يديني ايه يديني 1 يبقى زين 404 is a multiple of each of ال 4 and 101 and, and also is divisible by each of ال 4 and 101 برضه هنا عندي فاكتور مش موجود نجيبه ازاي؟ نقول البرودكت ده ديفايدد الفاكتور ده 1 ديفايد 5 ينفع؟ ما ينفعش ناخد ال 5 تساعدها تبقى 15 15 ديفايد 5 تبقى كام؟ 5 تايمز كام؟ 5 تايمز 3 و 0 ديفايد ال 5 يديني 0 يبقى then 150 is a multiple of each of L5 and L30 and also divisible by each of L5 and l 30 يلا اللي بعديها Complete with divisible or not divisible. هنكتب divisible يا إما not divisible. بنعملها ازاي عن طريق الرولز احنا خدنا رولز ان نعرف بيها النمبرز لو هي كبيره لو هي صغيره هنشوف التيبل هنا 12 is not by 5 ال 12 في تيبل 5 لا يبقى not divisible يلا هنا 48 and 6 موجودة ازاي 6 times 8 يبقى ال 48 is divisible يلا هنا 72 و 9 اه في تيبل 9 9 times كام 9 times 8 يبقى divisible 93 is not by 3 هتقول لي يا مستر ده مش موجودة في التابل بس احنا خدنا الرول بتاعت الايه الديفيجن اوفر 3 عرفنا ازاي نعرفه لو انا عندي 93 اهو اعمل ايه اخد ال 9 واخد ال 3 واعملهم هما الاثنين بلس يديني كام يديني 12 بص بقى على ال 12 دي في تيبل 3 ولا لا موجوده في التيبل يبقى ال 93 ينفع يتعمل لها ديفيجن by 3 يبقى 93 is divisible by 3 هنا 707 is نقط by 7 يلا نجرب 7 divided 7 يديني 1 0 divided 7 يديني 0 7 divided 7 يديني 1 طلع عندي كوشن تو زاو ريميندر يبقى ديفيزيبل على طول هنا 120 is not by 10 احنا قلنا الرول بتاعت الديفيجن اوفر 10 ابص على اليونتس بليس لازم يكون زيرو طالما لقيت زيرو يبقى ديفيزبل على طول باي 10 اكسرسايز 5 بيقول <applause> لي بوت كوريكت فور ذا كوريكت ستيتمنت اند رونج فور ذا انكوريكت وان اول ايفن نمبرز ار ديفيزبل باي 2 الكلام ده مظبوط لأن هي دي الرول بتاعت الـ divisibility of 2 الكلام ده صح. all odd numbers are divisible by 3 ودي اللي الكل بيغلط فيها ويفتكروا ان النمبر اللي اوله odd يبقى divisible by 3 وقلنا ان الكلام ده غلط الرول بتاعه الـ 3 ان انا بعمل sum للديجيتس هنا 42 is divisible by 6 but not divisible by 7 هو انا مش عندي ال 42 equal 6 times 7 يبقى معنى كده ان هي divisible by 6 و divisible by 7 هو هنا بيقول divisible by 6 و not divisible by 7 لا ما ينفعش الكلام ده غلط هي divisible by both 6 and 7 هنا 88 is divisible by both 8 and 11 مظبوط ليه الكلام ده مظبوط؟ عشان ال 88 equal the 8 times the 11 نيجي هنا 636 is divisible by both 2 and 3 نيجي نبص اولها ايه اولها even يبقى تنفع مع ال2 طب نيجي نشوف ال3 هنعمل ايه عشان نشوف ال3 نقول كده الديجيتس عباره عن 6 وال3 وال6 636 احط هنا بلس وهنا بلس 6 6 12 3 15 ال 15 في تيبل 3 اه في تيبل 3 يبقى على طول النمبر ده ديفيزبل باي باي 3 يبقى صح. اللي بعديها النمبر 3205 ديفيزبل باي بوث 2 اند 5. اولا ينفع مع ال 5 عشان اوله 5 لكن ال 2 لازم يكون اوله ايفن يبقى هنا 5 دي اود يبقى مش هينفع مع ال 2 هينفع مع الايه؟ مع ال 5 يبقى غلط. ان هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي بوث مع الاثنين. لكن لو كان اوله 0 كان يمشي مع ال5 ومع ال2 اللي بعديها اكسايرسايز 6 تشوز ذا كوركت انسر بين براكتس ذا نمبر از ديفيزيبل باي 3 اف ذا سم اوف اتس ديجيتس از ديفيزيبل باي ايه باي 3 ودي اهم حته في الدرس في الرولز اهم حته دي الرول بتاعه 3 كله بيغلط فيها 42 ديفيزيبل باي ايه 2 ولا 5 ولا 4 ولا 8 ايه. اولها ايه اولها 2 ايه. يبقى لازم تكون ديفيزبل باي 2. 32 is not divisible by 32 عباره عن 4 تايمز ال 8 يبقى ديفيزبل باي 4 وديفيزبل باي ايه؟ باي 8 واولها ايفن يبقى ديفيزبل باي ايه؟ باي 2 بس هي مش ديفيزبل باي 6 خالص لان هي مش في تيبل 6 يبقى نختار مين؟ نختار 6 ليه؟ لان هو بيقول لي نوت divisible طب يلا 75 ديفيزيبل باي إيه؟ أولها إيه؟ أولها 5 يبقى لازم نختار 5 على طول. اللي بعد كده 1401 ديفيزيبل باي إيه؟ ينفع باي 2؟ لا ما ينفعش ليه؟ عشان أولها أود. طيب ينفع باي 5؟ لا ما ينفعش لأن ال 5 لازم يكون أولها يا 0 يا 5. طيب ينفع باي 10؟ ما ينفعش لأن ال 10 لازم يكون أولها 0. يبقى نختار ال 3؟ طب تعالوا نتأكد الأول ال 1 بلس ال 4 بلس الزيرو بلس ال1 يدينا كام؟ 1 بلس 4 اس 5 بلس 1 اس 6 وال 6 في تابل 3 يبقى فعلا ينفع اوفر الايه؟ ال 3 نعمل صم للديجيتس طب يلا هنا 590 نوت ديفيزبل بقى ايه؟ خد نوت ديفيزبل اولا هي شغاله مع ال 2 عشان اولها ايفن وشغاله مع ال 5 وال 10 طيب تعالوا نشوف الصم 5 بلس 9 يديني 14 و 14 مش في تابل 3 يبقى هي فعلا نود ديفيسبل باي 3 430 ديفيسبل باي 3 اونلي اولا ما ينفعش ديفيسبل باي 3 لان 4 بلس 3 يديني 7 وال7 مش تول 3 يبقى يعني مش هنختار دي 5 اونلي ولا 2 اونلي ولا بوست 2 اند 5 لا بوست 2 اند 5 ليه عشان اولها ايفن والزيرو طالما حاجه اليونتس بتاعتها فيها, فيها زيرو يبقى ينفع تعمل لها ديفيجن اوفر 5 هنا ال 60 ديفيزيبل باي 3 اونلي ولا 2 اند 3 ولا 2 اند 5 ولا 2 3 و 5 لا 2 3 و 5 لان هي اولها ايفن واولها زيرو uh, يشتغلوا مع ال 5 وال 6 في تيبل 3 يبقى هيشتغل ايه مع 2 و 3 وال 5 طيب النمبر اي از ديفيزيبل باي 3 اند 5 طالما قال لي فيها 5 يبقى لازم يكون اولها يا 0 يا 5 يبقى ده يشتغل معايا وده يشتغل معايا وده يشتغل معايا مش هناخد ده خالص ليه؟ احنا قلنا بنتكلم عن ال5 طب احنا عايزينه ديفيزابول باي 3 نعمل ايه؟ يبقى لازم الصم بتاع الديجيتس ايكوال كام؟ ايكوال نمبر في تيبل 3 تعالى نشوف هنا 1 بلس 1 از 2 بلس 1 از 3 بلس 5 از 8 ده الصم 8 ينفع مع ال3؟ ما ينفعش نيجي هنا 4 و 1 5 5 و 5 10 بلس 2 12 اه ده يشتغل مع 3 ليه؟ عشان الصم الناتج بتاعه موجود في تابل 3 تعالوا نتاكد من هنا 6 و 6 12 و 6 18 18 و 5 23 وال 23 مش في تابل 3 يبقى ده ما ينفعش مع 3 يبقى الصح بتاعنا ايه؟ نختار دي طب يلا النمبر ايه Divisible باي both 2 و 5 اند 3 2 5 يبقى لازم يكون اوله 0 يبقى يعني مش هناخد ده خالص عايزين معاه 3 يبقى لازم الصم يكون 3 هنا الصم كام الصم 2 هنا الصم 10 7 و5 15 يبقى هو ده اللي نختاره هنا 500 اند 11 بلس A يبقى ديفيزبل باي 5 سؤال جميل قوي يعني انا عايز ازود عليه حاجه عشان اوصله واخليه ديفيزبل باي 5 ناخد بالنا بقى يبقى انا هزود عليها حاجه توصلني ل 500 اند 15 ليه 15 علشان اولها 5 او هزود عليها حاجه توصلني ل 500 اند 20 ليه عشان اولها 0 يبقى نوصل بيها لحاجه اولها 5 او حاجه اولها 0 طيب عشان اوصل من هنا لهنا هنكاونت قد ايه 512 13 14 15 يبقى 4 اجي ابص هنا ما الاقيش 4 عندي يبقى يعني مش هينفع نوصلها لده خالص طب نيجي نبص هنا 520 عشان اوصل للنمبر ده من ده هنكاونت قد ايه مور؟ هنكاونت 9 نيجي نبص هنا نلاقيها يبقى هو ده الاختيار المظبوط. Exercise 7 in each of the following circle the numbers which are divisible by 2 هنا بقى بيتشكل ايه؟ ان احنا عارفين الرولز ولا لا؟ وهنا بيقول لي numbers يعني تي اس يعني ممكن يطلعوا مور ذان 1 divisible by 2 ايه القاعده؟ يكون اوله ايفن ال 18 اولها ايفن نختارها 102 اولها ايفن نختارها هنا 5224 اولها ايفن نختارها ده لا وده لا ليه عشان اولهم اود طب يلا ديفيزيبل باي 3 نعمل ايه؟ نعمل صم للديجيتس 3 بلس 3 يديني 6 موجوده في تيبل 3 ولا لا موجوده يبقى النمبر ده ديفيزيبل باي 3 هنا 1 بلس 2 3 3 بلس 5 8 8 بلس 6 14 هل ال14 موجوده في تيبل 3؟ لا مش موجوده في تيبل 3 يبقى ده ما ينفعش مع 3 خالص يحصل له ديفيزيبيليتي. طب يلا هنا 7 و 3 10 10 و 4 14 14 و 1 15 وال15 موجوده معانا في تيبل 3 يبقى لو عملنا لونج ديفيجن للنمبر ده اوفر 3 يحصل كوشنت وزاوت ريميندر يبقى ديفيزيبل. نيجي نشوف هنا 8 و 2 10 10 و 7 17 و 1 18 18 موجودة في تيبل 3 يبقى ده برضه ينفع معايا يلا عايزين ديفيزبل باي 5 نختار النمبر اللي اليونتس بليس فيه موجود 0 أو 5 يبقى ده يشتغل معايا ده ديفيزبل معايا وده ديفيزبل معايا ديفيزبل باي 2 و 3 و 5 أولا 2 و 5 يكون أوله 0 يبقى مش هناخد ده ومش هناخد ده ومش هناخد ده ومش هناخد ده, ومش هناخد ده, ومش هناخد ده. ليه؟ لانه بيقول لي 2 5 مع بعض يبقى لازم يكون اوله زيرو. طب وعايز كمان 3 معاهم. 3 معاهم يبقى لازم يكون الصم بتاع الديجيت نمبر موجود في تيبل 3. نبص هنا كده ال 6 بلس 0 بلس 0 يديني 6. موجوده في تيبل 3؟ موجوده. يبقى ده ينفع معايا. 3 بلس 3 يديني 6 بلس 0 يديني 6 وال 6 في تيبل 3 يبقى ينفع معايا برضه. يلا نوت ديفيزبل باي 2 يعني ما ينفعش على 2 هنا بيعكس لك بقى ما ينفعش يبقى اختار اللي اوله اود يبقى نختار ده كده ونختار ده كده نوت ديفيزبل باي 3 يبقى لازم الصم بتاعه فعلا ما يكونش في تيبل 3 اللي هو ال 23 طبعا ال 36 احنا عارفينها في تيبل 3 1 بلس بلس 8 يديني 9 لا تنفع مع 3 ديت 1 بلس 2 3 بلس 7 10 يبقى فعلا ده مش هينفع يتعمل له ديفيجن اوفر 3 هنا 2 بلس 0 2 1 3 3 6 ده هيشتغل مع 3 ما اختاروش اللي هو بيقول لي ايه ده ايه؟ نوت ديفيزبل طب يلا نوت ديفيزبل باي 5 ما ينفعش يشتغل مع ال 5 يبقى نختار مين؟ نختار ده ونختار ده لان دول ديفيزبل طب نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي رايت 3 نمبرز ويتش ار ديفيزبل باي بوست 2 اند 3 احنا اتفقنا ان البوست 2 اند 3 يبقى هو ديفيزيبل على ايه؟ ديفيزيبل باي ال 6 يبقى نختار 3 numbers موجودين في تيبل 6 اللي هو ايه؟ 6 و 12 و 18 بالترتيب كده 6 times 1 times 2 times 3 بوست 5 بوست 5 يبقى لازم يكون ايه؟ لازم يكون ديفيزيبل باي مين؟ باي 10 يبقى نكتب اي 3 numbers في تيبل 10 10 20 سيرتش هنا بوس 3 اند 5 بوس 3 اند 5 يبقى لازم يكون ديفيزبل اوفر كام؟ اوفر ال 15 لان نعمل لهم هما الاثنين ملتبلاي على طول طب وديفيزبل اوفر ال 15 نعملها ازاي؟ اجيب المالتيبلز بتاعت ال 15 يبقى اول مالتبل عندي اس 15 نكرر 15 اوفر ال 15 يديني سيرتش يبقى ده السكند مالتبل السيرد مالتبل 45 عرفتوا نجيبها ازاي طب هنا 2 و 3 اند 5 ال 2 وال 5 يبقى لازم يكون ديفيزيبل باي ايه باي 10 طب وعايزين 3 يبقى نعمل دي تايمز 3 يبقى كام يبقى 30 يبقى اللي يكون ديفيزيبل عليهم لازم يكون مالتيبل لل 30 اللي هم مين نقول 30 نزود كمان 30 يبقى 60 نزود كمان 30 تبقى ايه تبقى 90 نيجي اللي بعديها

each number divisible by ايه؟ by 1 احنا قلنا اي حاجه في الدنيا ينفع نقسمها على 1 بتديني نفس الحاجه ال two numbers 18 and 21 divisible by ايه؟ الشاطر هيقول لي الاثنين دول يا مستر موجودين في تيبل 3 يبقى divisible by 3 the smallest number which can be added to 677 to make the result divisible by 3 يعني هو مش ديفيزبل باي 3 وعايزين نزود عليه حاجه تخليه ديفيزبل باي 3 يبقى نعمل أولاً صم لدول 6 بلس 7 بلس 7 7 بلس 7 يديني 14 بلس 6 20 دول كلهم كام؟ 20 هل ال 20 في تيبل 3؟ لا ال 20 مش في تيبل 3 يبقى إحنا لازم نزود عليها حاجه عشان نوصل لحاجه في تيبل 3 نزود كام؟ نزود 1 عشان نوصل ل 21 يبقى لو خلينا ال 7 دي 8 نوصل لكام؟ لنمبر ديفيزيبل باي 3 يبقى احنا نزود كام؟ يبقى هنزود 1. نيجي نشوف هنا the smallest number which can be added to 7154 to make the result divisible by both 2 and 5. both 2 and 5 يبقى اوله ايه؟ اوله 0. هنا بيقول لي which can be added يبقى لازم هضيفه يبقى لما هزود يبقى لازم النمبر ده يكبر. يبقى اوعى تقول لي هخلي ده 0 ده 5 لا ده احنا عايزين بعديه يبقى لما اجي ازوده هوصله لحد النمبر ده هون 7160 هنزود كام عشان نوصل للنمبر ده نكاونت من, من بعد ال 54 لحد ال 60 نلاقيهم كام نلاقيهم 6 يبقى لازم ازود 6 على النمبر ده عشان يوصل لده وده يبقى ديفيزبل باي بوز 2 اند 5 ذا سمولست نمبر ويتش كان بي بصوا بقى هنا سبتراكتد فروم هنشيله بقى يبقى هنرجع بده لورا. To make the result divisible by 5 يبقى لازم ارجع بال8 لحد ال5. ما ارجعش للزيرو لان ال5 قبل الزيرو يبقى 5 4 and 6 يبقى هنشيل كام من النمبر ده عشان نوصل لده؟ هنشيل 3 يبقى هنا از 3 اللي بعديها if an even number divisible by 5 then its unit's digit is ايه؟ الايفن نمبر الوحيد اللي ديفيزبل باي 5 لازم يكون اوله زيرو يلا ذا جريتست نمبر فورمد 3 ديفرنت ديجيتس اند ديفيزبل باي 5 از ايه ناخد بالنا بقى هنا جريتست نمبر وديفيزبل باي 5 وديفرنت ديجيتس اولا البليسز اللي عندي ادي بليس وادي انذر بليس وادي هنا بليس كمان انا عايز النمبر يبقى كبير يبقى اليونتس احط فيها زيرو ولا احط فيها 5 لا نحط فيها 5 طب يلا الاثنين دول احنا عايزين ذا جريتست نمبر فورم فروم 3 ديفرنت يبقى ناخد هنا ايه ناخد هنا ال 9 زي ما احنا متعودين وبعد كده الايه وبعد كده ال 8 يبقى النمبر از 985 ال جريتست فور ديجيت ويتش از ديفيزبل باي 3 ونوت ديفيزبل باي 2 نجيبها ازاي ادي الفور ديجيتس هو عايزه هنا جريتست وما قاليش ديفرنت يبقى ناخد 9 9 اند 9 نيجي نبص هنا بقى اولا عشان يبقى ديفيزيبل باي 3 يبقى لازم الصم يكون بتاعهم ايه؟ ديفيزيبل باي 3 يبقى 9 بلس 9 بلس 9 ايكوال كام؟ ايكوال 27 وده ديفيزيبل باي 3 يبقى لازم اللي احطه يبقى هو ديفيزيبل باي 3 طب انا عايزه نوت ديفيزيبل باي 2 كلمه نوت ديفيزيبل باي 2 يبقى لازم يكون اود يبقى يا هختار 1 يا هختار 3 يا هختار 5 يا هختار 7 يا هختار مين؟ يا هختار 9. ال 9 وال 3 الاثنين ديفيزبل باي كام؟ باي 3 بس لو خدت ال 9 يبقى جريتست يبقى ناخد مين؟ ناخد ال 9. يبقى النمبر عندي 9999. يلا اللي بعده. The numbers between 32 and 48. which are divisible by 2 اللي بيتوين يبقى ما ينفعش ناخد ال 32 وما ينفعش ناخد ال 48. 48 ناخد اللي بينهم divisible by 2 نختار كل المين كل الايفن يبقى 34, 36, 38, 40, 42, 44 and 46 اللي بعديها النمبرز بتوين ده وده ويتش ار ديفيزبل باي 5 يبقى نختار كل النمبرز واحنا ماشيين الاولها 0 او 5 بعد ال 68 نلاقي ال 70 وبعدين 75 80 85 بس كيب كاونتنج باي 5 90 95 100 اخر حاجه and 105 numbers between ده وده which are divisible by 2 and 5 احنا قلنا divisible by 2 and 5 يبقى multiples المين لل10 يعني divisible over 10 يعني نمشي ونسكيب counting by 10 يلا بعد ال 406 ايه اول حاجة اولها 0 410 then 420 then 430 هاهو بعدين 440 اخر حاجه هتبقى 450 نكتبها كده اند 450 ذا نمبرز بتوين ده وده ويتش ار ديفيزبل باي بوز 3 و5 3 و5 يبقى لازم يكون مالتيبل ليهم ومين الكومون مالتيبل بتاع 3 و5 مين اللي يشتغل مع 3 وال5 في نفس الوقت اللي هو مالتيبلز لل15 يبقى نختار المالتيبلز بتاعت ال15 مين هم مالتيبلز ال15 من الاول بيبداوا من الزيرو لان الزيرو بيبدا مع كل حاجه وبعد كده 15 وبعد ال 15 ايه 30 ليه ما اخترتش 15 ان هو بيقول لي 26 و72 طيب يلا نزود 50 على ال 30 تبقى كام تبقى 45 نزود كمان تبقى 60 نزود كمان 75 ما نختارش 75 عشان هو بيقول لي اخرك 72 ال numbers between ال 80 و 155 divisible by 2 و 3 و 5 2 و 3 و 5 يبقى على طول مالتيبلز لل 30. ودي شفناها من شويه لان ال 2 و 5 لازم يبدا بالزيرو وال 3 لازم يبقى الصم بتاع الديجيتس التابول 3 يبقى ملهاش غير ايه؟ تبقى ال 30. يبقى مين هما المالتيبلز بتوع ال 30؟ 0 30, 60, 90. نبدا بال 90. ناد 30 تبقى 120 نقاد 30 تبقى 100 اند ايه؟ اند 50 اللي بعديها النمبرز فورمت فروم 4 ايكوال ديجيتس ويتش ار ديفيزبل باي 3 مين هم؟ طبعا سهلين جدا مفيش غير كده 3333 اللي هي النمبرز اللي هو الديجيت لوحده يقبل على 3 و6666 و 9919 ال numbers formed from 4 equal digits which are divisible by 5 مفيش غير حاجة واحدة بس اللي هي كده 5555 هو انا كاتب لي numbers عشان يلخبطني بس exercise 11 بيقول لي write the smallest and the greatest 3 digit numbers which are divisible by 3 الجريتست هيبقى سهل اللي هو 999 لان كلهم لما اجي اعمل لهم صم يديني 27 وال 27 ديفيزبل باي 3 لان هي تيبل 3 طب نيجي نشوف السمولست طالما سمولست يبقى الموست ليفت ديجيت نخليه كام؟ نخليه 1 زي ما احنا متعودين وبنحط بعد كده ايه؟ زيرو نحط بقى هنا ايه؟ عشان يبقى الصم في تيبل 3 لو حطينا 1 مش هينفع طب نحط 2 2 بلس 1 از 3 يبقى لازم نحط الايه؟ ال 2 لو حطينا 5 تبقى 6 بس ال 105 اكبر من ال 102 وانا عايز ال smallest هنا عايزين ال smallest وال greatest 4 digit numbers which are divisible by 5 ما قال ليش طب ال smallest زي ما احنا متعودين هيبقى 1 0 0 واشوف هنا هنا اختار 0 ولا اختار 5 اختار 0 عشان تديني سمولست طب هنا عايزين الجريتست يبقى 9 9 9 ونشوف ده احطه 0 ولا 5 لا احطه 5 عشان عايزين الجريتست اللي بعديها السمولست والجريتست 5 ديجيتس ويتش ار ديفيزبل باي 3 اند 5 السمولست زي ما احنا متعودين نحط 1 0 0 0 كده 4 ديجيتس نيجي نحط الاخير ده يحطوا 0 يحطوا 5 لو حطيته 0 عشان يبقى سمولست هنيجي نعمل بقى نجرب السري مش في تيبل 3. طب نيجي نجرب كده ال 5؟ لو خدت ال 5 هيبقى ديفيزبل باي 5 و 5 بلس 1 يديني 6 في تيبل 3 يبقى برضه ديفيزبل باي 3. يبقى هو ده اللي ينفع معايا. طب نشوف الجريتست. نعمل ايه؟ 9 9 9 اند 9. نيجي نفكر في ده. لو خدته 5 مش هيبقى في تيبل 3. لان انا عندي دول لوحدهم كده 9 تايمز 4 36 دول لوحدهم في تيبل 3 يبقى لازم اللي احطه هنا برضه في تيبل 3 ال5 مش في تيبل 3 طب اعمل ايه عشان احافظ ان الصم يبقى في تيبل 3 نحط زيرو اللي بعديها السمولست سمولست والجريتست 5 ديجيتس ويتش ار نوت ديفيزبل باي 2 نوت ديفيزبل باي 2 يبقى اولها كام اولها اود يبقى نحط السمولز زي ما احنا متعودين 1 0 0 0 ما اخدش ده بقى 0 ناخده مين؟ ناخده 1 طب وهنا الجريتست يبقى 9 9 9 9 مين الجريتست اود؟ الجريتست اود از 9 برضه هنا اللي سمولست والجريتست 4 ديجيت نمبرز ويتش ار ديفيزبل باي 2 و 3 و 5 2 و 3 و 2 و 5 يبقى لازم يكون اولها 0 طب نبدا زي ما احنا متعودين نحط هنا 1 ونحط هنا ايه؟ 0 انا لازم احط ده كده ايه؟ 0 لازم عشان يبقى يشتغل مع الطول 5 طب نحط هنا ايه بقى هنزود على ال1 كام عشان يبقى في تيبل 3 النمبر اللي انا عايزه ازود عليها 2 عشان 1 و2 يدوني 3 يبقى في تيبل 3 يبقى يشتغل مع ال3 وال5 وال2 طب يلا الجريتست نحط 9 وانذر 9 طبعا لازم احط هنا ايه 0 عايزين نحافظ بقى ان الصم يقبل مع ال3 يبقى نحط هنا كام نحط 9 اللي بعديها السمولست والجريتست 5 ديفرنت يقول لي ديفرنت ديجيتس وتش ار ديفيزبل باي بوس 3 و5 يبقى هنكتب هنا 1 0 ونشتغل بقى 2 المفروض بقى نشتغل نمشي طب انا عشان اخليه ديفيزبل باي بوس 3 اند 5 وديفرنت مش هينفع طبعا اختار الزيرو تاني خالص يبقى انا مضطر اختار هنا مين ال5 عشان يشتغل مع ال5 طيب نحط هنا ايه بقى عشان يبقى الصم في تيبل 3 لو حطينا هنا عندي 1 و 2 3 و 5 8 نحط 1 يبقى 9 بس ال 1 خدناه يبقى نزود على ال 1 3 عشان يبقى ايه بنحافظ على الايه المالتيبلز اوف 3 يبقى لو خدنا هنا 4 5 و 4 9 9 و 2 11 11 1 12 في تيبل 3 يبقى هو ده السمولست طب يلا الجريتست جريتست ديفرنت يبقى 9 8 7 بنمشي واحنا متعودين ناخد 6 وعشان يشتغل مع ال 5 لازم نحط زيرو طب يلا نجرب لو مشي مع ال 3 مشي ما مشيش مع ال 3 ابتدي اغير في ال 6 هنا 9 و 6 15 و 8 و 7 15 15 و 15 30 يبقى يشتغل مع ال 3 لكن لو ما كانش اشتغل كنت هغير في ال 6 دي لان انا لازم احافظ على الزيرو اللي بعديها فايند ذا مسنج ديجيتس 43 عايز احط هنا ديجيت عشان يخليه ديفيزيبل باي 2 نحط ايه نحط اي حاجه ايفن نحط مثلا زيرو هنا 1 حاجه 6 ديفيزيبل باي 3 ال1 بلس ال6 ايكوال كام ايكوال 7 عايزين نزود ال7 دي عشان نوصلها لحاجه في تيبل 3 اقرب حاجه ايه ال9 زودنا كام زودنا 2 يبقى نحطها هنا كده هنا عايزينه ديفيزيبل باي 2 و3 ديفيزبل باي 2 يبقى نحط الايفن طب تعالى نجرب كده نحط الزيرو ونشوف هل الصم يشتغل مع تيبور 3 ولا لا 6 بلس 3 9 وال9 في تيبور 3 يبقى هينفع يبقى الزيرو ينفع يشتغل معايا طبعا ممكن يتحط حاجات ثانيه يعني لو حطينا ال6 برضه تشتغل بس هو ما قاليش الاول ديجيتس قال لي اختار اي حاجه تمشي معاك هنا عايزين حاجه تمشي مع 2 و3 و5 طالما 2 و5 خلاص انا مجبر مجبر احط الزيرو وال5 وال4 الصم 9 يشتغل مع 3. هنا عايزين حاجه تشتغل مع ال3 وال5، طب ال5 خلاص هتشتغل لان هي ايه؟ اولها 0. يبقى احنا نظبط الصم ان هو يكون في تيبل 3. 9 و7 16، طب يلا نزود على ال 16، 17 18 يبقى نزود 2 عشان نوصل لايه؟ لحاجه في التيبل. هنا is an odd number divisible by 5؟ odd number يبقى لازم يكون اوله 5 ما ينفعش يكون ايه زيرو ابدا يبقى انا غصب عني لازم اخد هنا الايه ال5 هنا بيقول لي يوز الديجيتس ديت تو رايت 3 4 ديجيتس نمبرز ديفيزبل باي 5 طبعا سهل قوي هنحافظ طبعا ان اليونتس لازم يكون فيها يا 5 يا 0 ممكن ناخد كده 7 6 5 0 ادي نمبر 7 6 0 5 ادي انذر نمبر عايزين واحد كمان نقول مثلا 6 7 5 0 وممكن نلاقي حلول تانية كتير. تعالوا نشوف مع بعضينا مسألة السينج. بيقول لي I am a two-digit number. خلاص أنا عرفت إن هو إيه؟ two digits أهم. أدي 1 وأدي 2. بيقول لي إيه بقى؟ divisible by 7 يعني أنا أكتبه ال 7 and if you subtract 1 from me I became divisible by 2 و 3 و 4 و 6 و 8. خد بالك بقى دي مهمه قوي لو انا شلت منه 1 هيبقى ديفيزيبل باي ايه باي 2 يبقى هو لازم يكون اود نمبر لازم يكون مين اود لان انا لما هشيل 1 من الاود يبقى ايفن يبقى ديفيزيبل باي كام باي 2 يبقى انا هدور على حاجه في تيبل 7 وتكون اود يعني ما ينفعش ناخد ال 14 مين هم المالتيبلز بتوع ال 7 المالتيبلز بتوع ال 7 انا عندي ال 7 ال 14 وال 21 وال 28 وال 35 وعندي ال 42 وال 49 وعندي ال 50 ال 56 وبعد كده عندي ال 63 وبعد ال 63 عندي ال 70 لازم نبص على مين؟ على الاود اللي هو ال 7 ما ينفعش هو قال لي 2 ديجيتس يبقى ال 21 وال 35 وال 49 وال 60 وال63 يلا نجرب بقى نشيل منهم 1 لو شلت 1 من ال21 يبقى 20 ما ينفعش يشتغل مع ال8 ال35 نشيل منها 1 تبقى 34 ما ينفعش يشتغل مع ال8 ال49 اشيل منها 1 يديني 48 يشتغل مع ال8 لان ال48 ديفايد 8 يديني كام يديني 6 تعال نجرب ال6 موجوده وال48 ديفايد 4 اه تديني كام تديني تديني 12 وديفايدد 3 تشتغل اه لان ال 4 بلس ال 8 يديني 12 في تيبل 3 يبقى هو ايه ال 49 وبكده يا اولاد يبقى خلصنا درس الديفيزابيلتي درس مهم جدا اهم حاجه في الدرس بتاعنا الرولز لازم تعرف النمبر اول ما تبص له كده تعرف هو ديفيزابل باي ايه دي اهم حته في الليسون وما ننساش ناكد على التيبلز احفظوا التيبلز كويس جدا وبالتوفيق لكم ان شاء الله